النهارده هنتفرج سوا على عربية الإطفاء الصغيرة من فينوس مع سلسلة أفلام رجل الإطفاء سام. وطبعا عربية الإطفاء دي مزودة بكل المعدات زي مدفع المية وسرينة الإنذار ونش سحب، والبيبان بتاعتها كمان بتتفتح. آدي صورة مدفع المية اللي بيركب على العربية، هنشوفه بالتفصيل بعد شوية، بس خلينا دلوقتي نبتدي نفتح العلبة ونشوف كل مكوناتها بالتفصيل ونتعرف على مميزات اللعبة دي. ادينا بنطلعها اهو، ادي حاجز الامان اللي بيتحط في الطريق، وطبعا رجل الاطفاء سهل جدا في الحركة زي كل اللعب والاشخاص، وكمان تقدر تلبسه خوذة الاطفاء بمنتهى السهولة. كمان في طفاية حريق كبيرة، وفي شنطة اسعافات اولية، وكشاف طوارئ علشان الضلمة. تعالوا بقى نبص سوا على تانك المية اللي متوصل على مدفع المية، تقدروا تشيلوه بسهولة من على ظهر العربية، وهتلاقي تحت التانك صندوق كبير بيتفتح علشان رجل الإطفاء يحط فيه معدات الإطفاء بتاعته. هنحط الطفاية وشنطة الإسعافات والكشاف ونرجعها مكانها تاني في العربية، وآدي مدفع المية اللي متوصل على تانك المية، نقدر نخلعه من مكانه لو لفيناه كده. ودلوقتي بقى هنملاه بالمية. ونحط المدفع مكانه تاني ونقفل التانك. تعالوا بقى نشوف المدفع ده بيشتغل ازاي. نفضل نضغط على المدفع لتحت لغاية ما المية تبتدي تطلع منه. اهو بيطلع مية اهو. المدفع ده رائع في إطفاء الحرايق. هنفتح باب العربية ونحط بقى رجل الإطفاء جواها. ببساطة هنتني إيده ورجله عشان يعرف يخش جوا كمينة القيادة. وزي ما احنا شايفين الباب اليمين بيفتح بالظبط زي الباب الشمال. وعندنا قدام هنا الونش اللي في العربية، وده بيساعد العربية انها تطلع لو غرزت في مكان. ولو لفينا تاني حوالين العربية هنشوف مكان صندوق المعدات في العربية، وكمان هنلاقي ان الباب الخلفي لصندوق العربية بيتفتح. تعالوا بقى نجرب دلوقتي مدفع المية تاني ونشوف ازاي بيشتغل. هحط ايدي قدام مدفع المية عشان تقدروا تشوفوا المية اللي طالعة من المدفع بمجرد ما اضغط عليه. المية دي هي اللي بتطفي اغلب الحرايق. على الجنب هنا تقدروا تشوفوا الزرار اللي بيشغل سرينة العربية. عربية جميلة وعملية في إطفاء الحرائق المتوسطة والصغيرة.